أعلن محافظ المثنى أحمد منفي العثور على مقبرة جماعية تشير المعلومات الأولية على أنها لأسرى كويتيين أعدمهم النظام السابق في بادية المحافظة، مبينا أن الحكومة المحلية أبلغت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من المقبرة. وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولي قد أعلنت سابقا العثور على رفات أسرى كويتيين في بادية المثنى، تم نقلهم إلى دائرة الطب العدلي في بغداد للتعرف على بصماتهم الوراثية.